هذه خطرة ممكن لصالح نادي النصر، ممكن تأتي التسديدة. نعم تأتي التسديدة، يا سلام، جول أول يأتي لصالح نادي النصر. عبد الله نوح أو اللاعب، نعم عبد الله نوح هو من يسجل، عبد الله نوح هو من يسجل أول أهداف اللقاء لصالح نادي النصر. يا السلام، قلت لكم بسد. شوف اللي عاده حاول، نعم هناك مسانده من قبل احد اللاعبين، ولا عبد الله نوح من سينفذ هذا الخطا. محسن بيلعب كره الى الامام، يا الله يا الله، نادي النصر يستحق للامانه أن يسجل هدف ثاني وأن ينتصر في هذا اللقاء. عرف كيف أن يقتل الأمور، أن يغلق الأمور في وجه نادي فنجاشو. تسديدة صدت في الحائط البشري.